العمر. لا خبز. يا من تعال بطرانا نركب الخبز هون. لا بدي شرعنا واستعفي بالأرض. بدل العالم بتعطي لحدا بتكبر. منين الخبز عم يجي؟ مساعدات فاتت للناس. وانتم ما استلمتوا شيء؟ لا. لو استلمنا شيء في عينك ما كنا نجي لهون للخبز ناكله. وانت شو عم تعمل كمان؟ هذا اخي عم يلمع الخبز. لكن نحطه مع الشرب عندنا. كيف عايشين انتم؟ عايشين بس على شرب مي، على شرب البهارات، على بهارات الاندومي والماجي. قد ايش صار لكم على هالوضع؟ لنا فترة على شعورنا سنة. قد ايش عمرك انت؟ عمري 10 سنين.